Human Rights Watch تطالب بفتح ممرات آمنة للمدنيين العالقين في جنفودة. الهلال الأحمر يؤكد عودة العائلات تدريجيا بعد نجاح الحكماء والأعيان في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في الزاوية. سقوط شهيد وجرح 4 من مقاتلي البنيان في تجدد الاشتباكات ضد تنظيم الدولة في الجيزة البحرية بسرت. نشرة ثالثة من قناة ليبيا بانوراما، مشاهدين أهلا بكم. طالبت منظمة Human Rights Watch جميع الأطراف المتقاتلة في مدينة بنغازي بالسماح لمن يريد المغادرة بفتح ممر آمن له وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق لإغاثة المدنيين المحتاجين. المنظمة في تقريرها أكدت أن قوانين الحرب تحظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب، وهو ما يعتبر جريمة حرب، مشددة على تسهيل حركة آمنة للمدنيين وتمكينهم من الخروج من منطقة القتال أو الحصار. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سامي الأطرش الناشط الحقوقي. بداية سيد سامي، هل تعتقد بأن تقرير المنظمة منظمة Human Rights Watch قادر على إيقاف الحرب في مدينة بنغازي؟ أولا تحية حضرتك ولإذاعتكم. أنا لا أعتقد أنه منظمات يعني الغير نفعية ومن ضمنها طبعا هذه المنظمة قادرة على فعل اي شيء على الارض، ولكن هي ادوات يعني احدى ادوات الضغط والتنبيه لوجود خروقات في اي منطقه في العالم، وبالتاكيد هي جزء من مسؤوليتها، وهي تقوم باعداد يعني تقارير الى الامم المتحده ولمنظمات حقوق الانسان في الامم المتحده، وهذا ربما يعني له تاثير ايجابي على وقف او تخفيف الالم الموجود في المنطقه يعني. طيب، هل تعتقد بأن هذا التقرير سيد سامي قادر على توفير ممر آمن طيب للمدنيين؟ نعم، هو في مجموعة الضغوط الدولية سواء نداءات الأمم المتحدة سواء نداءات المنظمات الغير حكومية سواء واللي على رأسها طبعا منظمة Human Rights Watch، هذه كلها بالتأكيد في تجمعها ستخلق نوع من المومنتوم أو القوة التي سيكون لها تأثير بالفعل، ورأينا تصريحات الطرف الآخر بشأنها ومحاولة الدفاع عن نفسه لأنه لا يوجد خروقات ولا يوجد اعتداءات على المدنيين، وبالتأكيد هذا دليل على أن هذا تأثيرها بدأ يصل إلى الهدف المنشود يعني، وهو رفع الألم على أي أطراف مدنية يعني موقعة في هذا النزاع. نعم. السيد سامي الأطرش الناشط الحقوقي كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. يعقد المجلس الأعلى للدولة جلسة الأربعاء يناقش فيها معوقات وصعوبات تنفيذ بنود الاتفاق السياسي. وأكد مصدر لليبيا بانوراما أن المجلس سيستعرض خلال الجلسة الحركة المجتمعية في البلاد، إضافة إلى عرض مدونة السلوك الخاصة بالمجلس الأعلى للدولة. بحثت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي بالمجلس الأعلى للدولة ثلاثاء بنود جدول الأعمال المقترح لجلسة المجلس الأعلى القادمة،
كما تناول الاجتماع التطورات السياسية بالبلاد وتأثيرها على المشهد العام وإعداد تقرير بالخصوص. بعد اشتباكات دامت لثلاثة أيام بالزاوية، توصل حكماء وأعيان المنطقة الغربية إلى اتفاق يقضي بوقف نهائي لإطلاق النار، في الوقت الذي كلف فيه المجلس الرئاسي وزارة الداخلية بإجراء التحقيقات وتسليم المطلوبين. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي نتابع. بين خرق وتنفيذ الاتفاق وقف إطلاق النار، عاشت مدينة الزاوية أيامها بعد الاشتباكات التي دارت بين المتقاتلين بالمدينة. مساء الاثنين شهدت المدينة توصل حكماء وأعيان مدن المنطقة الغربية وجبل نفوسة إلى اتفاق نتج عنه تنفيذ فوري لإيقاف إطلاق النار مع وضع مستقر في المدينة دون أي خروقات، بحسب ما أفاد به عضو المجلس الأعلى للمصالحة أحمد البصباص لليبيا بانوراما. عميد بلدية الزاوية الغرب عبد الحكيم اللباح أكد انسحاب كافة المظاهر المسلحة من المدينة والبدء في شروع تنفيذ بنود الاتفاق الذي أبرم الأحد وأعلن عنه المتحدث باسم المجلس الأعلى للمصالحة وتم خرقه بسقوط قذائف عشوائية صباح الاثنين والذي أودى بحياة مدنيين اثنين. نعم، لقد تم الاتفاق على وقف اطلاق النار وقد تم تنفيذه بالفعل بين الطرفين وقد انتكست بإذن الله وإلى الأبد البنادق وغير ذلك من مختلف أنواع الأسلحة، والآن الحرب أوقفت أوزارها والسلطة في اتجاهنا لتنفيذ البنود اللي هي متفق عليها في اليوم القادم وبعد إن شاء الله. هذا وتمكن الهلال الأحمر الليبي من أخراج أكثر من 40 عائلة كانت عالقة في مناطق الاشتباكات في انتظار تنفيذ الاتفاق فعليا للعودة إلى منازلهم. بدوره كلف المجلس الرئاسي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بإجراء تحقيقات عاجلة لمحاسبة كل من قام باختراقات واعتداءات على المدنيين منذ بدء الاشتباكات الجمعة. فتح ملفات لكل من قام بهذه الاختراقات وهذه الاعتداءات على المدنيين الآمنين وسقوط بعض القذائف على المساكن في الزاوية. جهود يؤمل أن تكلل بالنجاح في وقف القتال بين الأطراف في المدينة، ليبقى الأمل عند أهاليها في رجوع الأمن وأعلاء صوت المصالحة والاستقرار فوق أزيز الرصاص. أكد الناطق الرسمي ومدير إدارة الفروع بالهلال الأحمر الليبي محمد المصراتي لليبيا بانوراما عودة العائلات إلى المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة الفترة الماضية، وأن الوضع في المدينة بدأ في العودة إلى طبيعته تدريجيا بعد اتفاق وقع بين حكماء وأعيان المدينة لوقف إطلاق النار، محذرا العائلات من الاقتراب أو التعامل مع أي جسم غريب تفاديا لانفجارها. هذا وقامت جمعية الهلال الأحمر الليبي بإجراء أكثر من 100 عائلة أو بإجلاء أكثر من 100 عائلة من المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة خلال الفترة الماضية. ولمزيد من التفاصيل حول أحداث الزاوية انضم إلينا عبر الهاتف محمد المصراتي الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي. بداية سيد محمد، حدثنا عن الأوضاع الإنسانية بمدينة الزاوية عقب الاشتباكات التي دارت خلال الأيام الماضية. طبعا بعد أيام عصيبة مرت بها مدينة الزاوية جراء النزاع المسلح واستمراره لمدة 4 أيام متواصلة، وكانت لغة السلاح ولغة القتال هي اللغة السائدة، الآن الحمد لله بفضل من الله ثم بتعاون الجهود الخيرة تم إيقاف إطلاق النار وتمت عمليات البدء في إصلاح ما أفسده هذا النزاع، حيث الحمد لله بدأت الأهالي بدأت الحياة تدب من جديد في أوصال مدينة الزاوية، وإن شاء الله تدريجيا ستكون الظروف أفضل. نحن كجمعية الهلال الأحمر الآن لنا دور في موضوع التوعية بمخلفات الحروب، ودائما نؤكد لجميع الأهالي وخصوصا في المناطق التي شهدت هذا النزاع عدم الاقتراب من
الأجسام الناتجة عن هذا النزاع، سواء كانت قنابل أو صدايا مختلفة، لأنها قد تكون قنابل قد تنفجر في عند لحظة لمسها. الآن نحن نحاول كجمعية الهلال الأحمر المساعدة في عمليات تلقي بلاغات الأخوة بخصوص وجود أي من هذه المخلفات. طيب. ونتواصل مع. طيب سيد محمد، أعتذر منك على المقاطعة، هل هنالك أو هل سجلتم أي حالات إصابة جراء هذه المخلفات؟ والله طبعا إلى الآن لم تصلنا أي أنباء بهذا الخصوص، وأيضا نحاول من خلال قناتكم، هناك ما تردد في بعض القنوات والوسائل الإعلام المختلفة ووسائل الاتصال أن تم استهداف مقر الهلال الأحمر في مدينة الزاوية. نحن نؤكد عدم صحة هذه المعلومة، فالحمد لله لم يتعرض مبنى الهلال الأحمر للأضرار، و هي بعض الصدايا البسيطة التي إن شاء الله لن تكون سببا في إيقاف العمل في مبنى الهلال الأحمر في مدينة الزاوية. نعم السيد محمد المسراتي الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. اتهم الناطق باسم مديرية أمن الزاوية نبيل أبو زوية المتحدث باسم القوات التابعة لحفتر أحمد المسماري، اتهمه بمحاولة تأجيج الفتن في المدينة بتصريحاته عن وجود تحركات تابعة لحفتر داخل المدينة. وأكد أبو زوية في اتصال هاتفي مع قناة ليبيا بانوراما الشروع في الإعداد لرفع دعوى قضائية ضد المسماري من قبل المجلس المحلي وحكم الزاوية. واتقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقوع 102 في صفوف المدنيين خلال أكتوبر الماضي، من ضمنها 29 حالة وفاة و73 إصابة بجروح خلال الأعمال العدائية التي وقعت في ليبيا. وأضافت البعثة في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي إن عدد الضحايا تضمن 7 أطفال لاقوا حتفهم و13 آخرين أصيبوا بجروح، إضافة إلى 3 نساء لاقين حتفهن و19 رجلا لاقوا حتفهم، فيما أصيب 33 بجروح. وأشارت البعثة إلى أن أغلب الضحايا سقطوا نتيجة القصف الجوي والغارات الجوية، في حين تمثل السبب التالي للوفاة في الطلقات النارية. ناقش المبعوث التركي الخاص أمر الله أشلار الأربعاء بعد وصوله إلى مطار معتيقة مع عميد بلدية طرابلس عبد الرؤوف بيت المال، ناقش سبل التعاون بين البلديات في القطاعات الخدمية وطرح المشاريع المستقبلية مع بلدية اسطنبول. كما ناقش أشلار خلال زيارته العديد من الملفات وكيفية معالجتها، والتي كان أبرزها ملف الكهرباء وكيفية التعاون لصيانة الحدائق والشوارع بالبلدية. وصل مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا جوناثان واينر الأربعاء إلى القاهرة بشأن ليبيا قادما من لندن، في زيارة لمصر تستغرق 2 يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل التوصل إلى حل للأزمة الحالية. وسيلتقي المبعوث الأمريكي عددا من كبار المسؤولين والشخصيات المصرية والليبية في إطار تنسيق الجهود المصرية والأمريكية في هذا الشأن، بما يحقق استقرار ووحدة وسلامة الأراضي الليبية. أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري الثلاثاء أن بلاده تتواصل مع كافة الأطراف الليبية لإيجاد تسوية بشأن تنفيذ الاتفاق السياسي. وأضاف شكري خلال لقائه بمستشار الأمن القومي الألماني كريستوفر هيكسون بمقر الخارجية المصرية أن مصر مستمرة في دعم الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار ومساعدة ليبيا في تجاوز مرحلة الانقسام. We'll be right back.
إلى سرت، حيث تجددت الاشتباكات في مدينة أو حي الجيزة البحرية بعد توقف دام يوما، حيث سقط على أثر هذه الاشتباكات 4 شهداء في صفوف قوات البنيان المرصوص. يذكر أن قوات البنيان قد سيطرت في وقت سابق على عدد من الأحياء في منطقة الجيزة البحرية، آخر نقطة يتمركز فيها التنظيم. أعلنت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا أفريكوم شن نحو 14 ضربة جوية استهدفت مواقع تنظيم الدولة في سرت دعما لقوات البنيان التابعة لحكومة الوفاق الوطني. وقالت أفريكوم في بيان نشرته الثلاثاء على موقعها الإلكتروني إنها دمرت 18 موقعا لعناصر التنظيم، إلى جانب آلية مفخخة ومركز لتخزين الأسلحة ومركزين للقيادة. وأوضح البيان أن مجمل الضربات الدولية ارتفع إلى 367 ضربة منذ انطلاق عملية برق الأوديسيا في الأول من شهر أغسطس الماضي. مشاهدينا، نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. افتتاح المعهد الصحي المتوسط بمستشفى مصر المركزي. هي ليبيا وهي اللي حبيت، وهي بلاد القلب مهما ريت. هي ليبيا كل الحبايب فيها، أهلي وجيراني وهي قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا أنه يمكن رفع إنتاج النفط إلى 800,000 برميل يوميا إذا استمر عمل الموانئ، بالإضافة إلى ضرورة فتح خط الأنابيب الواقع في منطقة الريينة والإيفاء بمتطلبات الميزانية الخاصة بالمؤسسة. وكشف صنعلا عن ارتفاع الإنتاج إلى 590,000 برميل يوميا حاليا. وتوقع صنعلا في حديثه أمام اجتماع لندن حول ليبيا الثلاثاء ارتفاع الانتاج خلال العام المقبل إلى 800,000 برميل يوميا، ما يوفر للدولة ما يزيد عن 15 مليار دولار بافتراض السعر الحالي للبرميل. صرح رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي لقناة ليبيا بانوراما إن شركة البريغا تعمل على قدم وساق في تزويد مستودعات توزيع غاز الطهو، وأن الأزمة ستنتهي خلال 3 أيام القادمة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين والمتسببين في خلق الأزمات. ما يتعلق بأزمة الغاز، شركة البريغا تقوم بمجهودات كبيرة. الآن مستودعاتها تشتغل على مدار الساعة، مبيعات المستودعي طرابلس والهان يوميا 27,000 اسطوانة من اسطوانة الغاز. طبعا هناك خلل في موزعين الغاز، بعض منهم يقوم ببيع الاسطوانات بالجملة، مما يزيد من رفع من زيادة المعاناة على المواطن. قمنا بوضع إجراءات رادعة لموزعي الغاز، وذلك باتخاذ إجراءات رادعة للموزع في حالة ثبتت أنه يبيع الاسطوانات بالجملة، تسحب منه ترخيص ويتم تسهيل الخطاب الضماني الذي موجود لدينا بشركة البريغا.
افتتح ثلاثاء المعهد الصحي المتوسط التابع لمستشفى مصيرات المركزي بحضور وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني وعدد من المسؤولين. مراسلنا كان هناك ووفانا بالتقرير التالي نتابع. منذ عام 2004 تم إغلاق المعاهد الصحية، وفي الأول من نوفمبر 2016 تمت في مدينة مصراتة إعادة افتتاح المعهد الصحي المتوسط التابع لمستشفى مصراتة المركزي في احتفالية حضرها عدد من الشخصيات من بينهم وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني. بالنسبة لوزارة الصحة طبعا سنكثف جهودنا طبعا لدعم مثل هذه المعاهد، لا نستطيع أن نربطها بأرقام أو أزمنة معينة، ولكن ما نستطيع أن نقوله نحن سنكون داعمين بما نملك بتوفير اللازم في إعداد المناهج واعتماد المناهج المطروحة. مكان المعهد عبارة عن منزل تبرع به مالكه لمدة عامين ليكون كمعهد صحي إسهاما منه في تقديم يد العون لمستشفى مصرات المركزي. استطعنا في وقت قياسي وفي زمن محدود افتتاح هذا المعهد، يرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى للأستاذ مصطفى محمد وريت الذي سخر ووهب هذا العقار بكامل مرفقاته وكامل إمكانياته ومجهز تجهيز حديث لافتتاحه كمعهد صحي يستفاد منه لحل الأزمة الراهنة في التمريض. تم تجهيز المكان لاستقبال الطلبة والطالبات بقاط عين منفصلين بإجمالي 9 قاعات دراسية، ويقتصر التدريس بالمعهد على التمريض فقط دون أي تخصصات أخرى. مبنى المعهد يعتبر مبنى ممتاز. قبل المعهد وتقريبا 105 طلبة ما بين بنين وبنات. سيتعاقد المعهد مع قطاع التعليم لتوفير مدرسين بالمواد العامة، بينما سيدرس المواد التخصصية أطباء من المستشفى، ويسعى القائمون على المعهد لتوفير كادر وطني متخصص في التمريض لسد العجز الذي تشهده المؤسسات الصحية في البلاد، وخصوصا بعد مغادرة الكوادر الأجنبية. إبراهيم العبدلي، لبابا نوراما، مصراتة. وصلت إلى مطار مدينة الكفرة الدولية ثلاثاء شحنة مرسلة من مطار معتيقة بطرابلس شملت قيمة مالية تقدر ب6 ملايين دينار لتوفير السيولة بالمدينة التي تشهد حالها حال بقية المدن شحان في توفر السيولة النقدية، كما احتوت الشحنة على بعض الأدوية والمستلزمات الطبية دعما للقطاع الصحي بالمدينة. عقد عميد بلدية سبها حامد الخيالي اجتماعا بقاعة مكتب التربية والتعليم بحضور مكتب المشروعات بالبلدية ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالتعليم ومندوب من جهاز الشرطة وعدد من المسؤولين، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا التي تخص جانب السلامة المرورية أمام المدارس، وتم الاتفاق على إقامة حواجز مرورية وإشارات تنبيهية للسائقين إلى تخفيض السرعة تجنبا للحوادث. خلق نوع من الاستقرار النفسي لدى التلاميذ وكذلك أولياء الأمور والمحافظة على سلامة التلاميذ. تم اختيار 12 مدرسة في بلدية سبا لتوضع في المطبات. الاجتماع كان جيد والشركة المنفذة تم طرح أسماء المدارس التي تم تنفيذها وسيتم تنفيذ المشروع في الأيام القادمة. مشاهدينا، بهذا وصلنا وإياكم لنهاية الأخبار، وقبل الختام تذكير سريع بأبرز العناوين.
هيومان رايتس واتش تطالب بفتح ممرات آمنة للمدنيين العالقين في جنفودا. الهلال الأحمر يؤكد عودة العائلات تدريجيا بعد نجاح الحكماء والعيان في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في الزاوية. سقوط شهيد وأربعة من مقاتلي البنيان المرصوص في تجدد الاشتباكات ضد تنظيم الدولة في الجيزة البحرية. نهاية الأخبار مشاهدينا، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.